وهنا البحث عن المرور والانطلاقة والعرضيه الجميل والرائع. المرور ياتي براين جيل والعرضيه والى اعتقد اولهم كاسي كيلر. هنا محاوله داخل منطقه الجزاء، يا سلام استرسال جميل والرائع من اوسكار مينغويزا. اوسكار مينغويزا يستبسل بصوره اسباني في تاريخ اسبانيا برمتها، حاول ملعوبه وتسديده الى خاطر بحثا عن التقدم للامام. المرور هنا ياتي امامنا والتسديد، يعني بين هنا محاوله وكره داخل منطقه الجزاء، نقله والكره البينيه داخل منطقه الجزاء. هنا امامنا محاوله للبحث عن كره عرضيه داخل منطقه الجزاء والريره ومحاوله حاضره اماميه، الانطلاقه هنا امامنا والعرضيه والبحث عن كره عرضيه داخل منطقه الجزاء ومحاوله لكره راسيه. وفي هذه اللحظات بهدف لويس سواريز كرة ملعوبة، ما زالت مع عثمان ديمبلي العرضية والمحاولة كريزمان التسديدة، يا سلام كرة رائعة 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 يا كريزمان، والعزاء أنها وداعية ولحن الختام الأخير. والكرة الأولى الخطيرة أيضا على نظر فياريال، جهة اليمنى توزيعة خطيرة في القائمة الثانية خطيرة، وبنزيما الراسية من أمام كاسبار حول مور يلعب أرضية ممتازة غوتيريز، كرة خطيرة 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 ميليتاو من أمام كارلوس باكا يتفوق ميليتاو، خطا فادح في وسط دفاع نادي ريال مدريد. بين خريتي اليسرى ألفونسو بيدراسا وصلته الأرضية محاولة التسديد وبينو بابا 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 جول خاسر، وهنا الريال خاسر امام فياريال في وجود كذلك رافائيل فارانو يوزع كرة خطيرة والدفاع وما زال كريم ناو 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 يقول الحكم ليس هناك ركلة جزاء. كازيميرو مرة ثانية لوكا مونو الفرنسي دخل كابو ما زال كرة خطيرة كابو 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 خطيرة 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 قالوا لا لا سولا بيدراسا وباكا مودريتش لوكا مودريتش لوكا بابا بابا لوكا مودريتش لوكا مودريتش وجول رائع من كرواتيا. سلام بنزيما ولوكا لوكا يو 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 توزيع ولكنها سهلة. اسينسيو يتوغل ودريوسولا راح ودريوسولا الكرة يو صعبة وخطيرة من امام ودريوسولا باكا لتعديل النتيجة لوكا خطيرة والراسية من كارلوس كازيميرو سهلة بالنسبة للحارس رولي الذي يستلم هذه الكرة. انتهى الوقت الرسمي هي في القائمة الأول والدفاع يدخل ويخرجها. رجعت مرة ثانية فالفيردي اسينسيو مرة اسينسيو دخل اسينسيو ما زال اسينسيو فالفيردي ادريوسولا ادريوسولا بقول الكرة مرت سلامات من يد ميليتاو راحت مباشرة ضربة مرمى كرة بعيدة وخطيرة يدخل من هنالك فينيسيوس نادى يجدها في الخلف يلعب معه وخطيرة كريم وجول كريم وجول بنزيما يعود الريال 1-1 لغوتيريز الكرة العرضية وترى لحياة ايسكو ايسكو يرفع كرة في القائمة الثانية بالراس بنزيما استلمها ليس الا كريم بنزيما استرجع الكرة كريم كريم مرة أخرى يضيع كريم بنزيما كرة بينيا ينتظر المساندة يلعب عليه مورينو بينيا أولالا الكرة في الركنية لصالح عناصر في بقى التدور الأوروبي كرة خطيرة خطيرة كرة كريم بنزيما استلم كريم يا جول كريم جول هدف التعديل يا سلام الحانت اللحظات التي قلت لكم عنها كريم بنزيما والتوزيع خطيرة وخطيرة وجول خطيرة وجول الهدف الثاني الآن الهدف الثاني الآن السسبنس يعود البلد الوليد سواريز وسواريز هرب والتسويب والتصدي رائع من الدفاع تصدي ممتاز ضد المهاجم لويس سواريز وهذا اول انذار من فريق اتلتيكو مدريد يوزع وسواريز كرة ضاعت على سواريز
وغاب عليه كل الامتياز. هو لويس سواريز جرى الماضية بأربعة أهداف لصفر، ودي بالرأس كورة من ساول نيجاز بالرأس، دفاع بلد الوليد يستمد وحده ويهرب وحده، هذا سويب والهدف الأول. زلزال زلزال زلزال، أوسكار بلانو أوسكار بلانو، الإرادة وحب الحال الأخيرة بالدوري، وكورة سريعة. شوف الهجمة يا أديانكو، تريبيير تريبيير، التوزيع غريبة غريبة يا جواد جواد جواد، كانت أن المنتفضة سايديانكو يعدي سواريز يسدد، غريبة غريبة ولا غريبة عجيبة نعمك، وما زالت الخطورة. تريبيير لوكاس أولازا أولازا فلورانتي يدخل منطقة الجزاء، وكورة كورة من سواريز، لكن مرة أخرى يعدي رايع يستعد هذه الكرة، ومرة أخرى يوزع أخي مينيز. ما زلت نحكي عليه، ما زلت نقول ونحكي يا راوف، قلت خيمينيز وفيليبي. أنخيل كوريا يعدي الأرجنتيني، فيها جول فيها جول فيها جول، زلزال عاصمي في خوزي زوريا بالذات. أتلتيكو مدريد يريد التتويج يا ناس في قلب بلد الوليد، هيا هدف أسكا لوكاس أولاتزا، غريبة غريبة غريبة، صاروخية من الأوروغوياني أولاتزا فوق الميدان، هو الأغلى في صفقة الإسبان. هذه كرة الجول، كرة البطولة، كرة البطولة، فيها جول فيها جول فيها جول، أتلتيكو مدريد يريد التتويج في قلب بلد الوليد، هيا عيد هيا عيد، غير معقول. بطل إسبانيا للمرة 11 في تاريخه هو أتلتي فعلها، ينقذ على لقب الليغا أمام ريال مدريد أمام برشلونة، ويبعث به بلد الوليد إلى الدرجة الثانية الإسبانية. هذه هي عشرين فوز مصري مقابل 12 أهلاوي، والهدف الأول الهدف الأول للأهلاوي، 1-0 خلصها ياسر إبراهيم، ياسر ياسر ياسر، الأهلي قوي ياسر، خلاص الأهلي في السيمي فاينال. ركنة سريعة يضغط الآن فترة من فريق سان داونز بالرأس، خطيرة، وهدف التعادل، هدف التعادل الماميلودي سان داونز في نصف ساعة. نوع من الاسترخاء، نوع من الاستسهال بعد الهدف، نصف ساعة 1-0، فما نوع من التراجع على المستوى الذهني النادي الأهلي في هذا التوقيت. قلة تحرك من اللاعب محمد أوناجمي، سريع أوناجمي عملها حلوة، خلاص 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 خلصها خلصها وليد الجارتي أمامنا هنا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. الوداد أمامنا هنا، القلعة الحمراء، وداد الأمة بعزيمة وإرادة وليد الجارتي. الشاطي كرة خطيرة، والهدف والهدف، الكنترول والهدف 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 عن طريق بنغيت بنغيت بنغيت، يسجل هدف الحكمة عن طريق الشنصيري عبر بنغيت، كرة رجعت من العارضة، بنغيت تغنى البدري، هذا برمضان من الهادي برخيصة لبرمبان، والرقم واحد هو الرقم خمسة، برمبان يرجع الترجي بالسيمي فاينل، الترجي بالسيمي فاينل، فاروق يتصدى للركلة، الترجي يتأهل على حساب
اتمنى تكونوا استمتعتم بالمشاهده واستمتعتم بالملخص اللي شفتوه دوت، وعشان كده طالبه منكم تدعمونا بان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكله النهارده الحواوشي، ومفيش حد ما بيحبهاش، وطريقتها سهله جدا. اول حاجه لحمه سمينه ومعانا توابل ملح وفلفل وكزبره وقرفه وشويه توم بودره وكباب صيني وشويه فلفل حسب الرغبه اذا كان حراق ولا بارد، وطماطمايه متقطعه مكعبات. كل ده مع بصلتين هيبشرهم كويس، وهنقلب كل ده مع قلب في قلب بعضه لحد ما يتجانسوا. وبعد كده هنجهز العيش بتاعنا وهنفتحه وهنحشيه باللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو، هنحشيه وهنوزعه بالتساوي على كل رغيف زي ما انتم شايفين. في الاثناء دي هجيب طاسه واحط فيها كده حتتين ليا واسيحهم او سمين من عند الجزار، وهنزل بالعيش بتاعنا على النار على وشه، والنار تكون هاديه لحد ما العيش بتاعنا يبتدي ياخد لون ويستوي على نار هاديه. وبكده بقى عندنا اجمد رغيف حواوشي، احلى مليون مره من اللي بيتقدم في المطاعم ومن اللي بيتقدم بره، واضمن لان انتم عارفين اللي بيتعمل في البيت احلى مليون مره. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.